أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم عجل فرجهم وعجل فرجنا بحقهم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحديث لا زال متواصلا حول خطوات العروج نحو الله تبارك وتعالى، وفي هذا اليوم سنتحدث حول خطوة مهمة لا بد أن يؤسس لها السالك نحو الله. وهذه الخطوة التي ينبغي أن تكون موجودة في طريق الإنسان السالك نحو الله، في طريقه نحو الملكوت، وفي طريقة انطلاقه من عالم الملك، إنه بعث الأمل في القلب. الله عز وجل يعلم بأن الذنوب تبعد عباده عنه، وكلما أذنب العبد ازداد بعدا عن الله عز وجل. فلهذا ليعود العباد إلى الله، أمر الله عز وجل عباده بضرورة أن يشعلوا نار الأمل والرجاء في قلوبهم، ونهاهم المولى سبحانه وتعالى من أن يعمقوا اليأس في قلوبهم، لأن اليأس لا يزيد العبد إلا بعدا عن الله. المؤمن المخلص العارف بالله يعمق اليقين بالله والمعرفة الحقيقية، ومن أهم الأسس التي تنبعث من المعرفة أن يعيش الإنسان حالة الأمل. أنا مذنب وذاك مذنب وتلك مذنبة، والعباد كما ورد في النص كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين من؟ التوابون. والتوابون من؟ هم الذين يعودون بعد أن بعدتهم ذنوبهم والمعاصي. من أراد أن يعود إلى الله فهو مهاجر إليه، من أراد أن يعود إلى الله فهو يجد السير إليه، والذي يريد أن يصل إلى الله فهو مسافر من عالم المادة، من عالم الشهوات، من عالم النقص والافتقار، إلى عالم الكمال، فهو في عروج. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يؤسس له انبعاث الأمل في القلب واستشعار الرجاء. الله عز وجل يخاطب عباده قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. انظروا أيها الأحبة إلى هذا الخطاب الرائع الذي يبعث الأمل، وفيه من الدفء والمحبة ما يستشعره القلب. الله عز وجل يخاطب المذنبين، يخاطب العصاة، يخاطب المجرمين، ولكن يقول الذين أسرفوا، لم يقل قل يا عبادي المجرمين أو غير ذلك. الله عز وجل يخاطب عباده فيقول الذين أسرفوا، ثم أنه تعالى ينسبنا إلى نفسه عبادي. انظروا إلى جمال هذا التعبير، عندما تخاطب ولدك قائلا يا ولد، لا يمكن أن يعادل قولك يا ولدي. نسبة الشيء إلى النفس دليل المعزة والمحبة، والله ينسبنا إلى نفسه عبادي. وإذا سألك عبادي
قل يا عبادي لماذا ينسبنا إليه؟ إن الله يشتاق إلى عودتنا إليه. المؤمن يجب أن يعلم بأن القاعدة الأساسية للعودة إشعال نار الأمل في القلب. اليأس يحطم مسيرة العبد في كل الأمور وفي كل المجالات الحياتية، في المجال الاقتصادي والمجال المعرفي والمجال العبادي والمجال السلوكي، كل مجالات الحياة. ما لم يوجد الأمل فمسيرة الإنسان معقدة. من هنا يمر المسيح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يمر على رجل شيخ هرم قد دق عظمه واحدودب ظهره، وإذا بذلك الشيخ يعمل بالمحراث. نظر إليه عيسى عليه السلام وإذا به يعمل، رجل احدودب ظهره ودق عظمه وطال عمره ومع هذا يحرث الأرض. لماذا؟ هذا هو منطق أصحاب الأمل. لو أن هذا الشيخ الهرم بذر الأرض وخرج نبتها، أترى يعمر هذا الشيخ ليأكل من ثمر ما زرع؟ إنه الأمل. فلما نظر إليه عيسى عليه السلام متعجبا فأراد أن يختبره، فرفع عيسى عليه السلام يده وقال: اللهم أذهب من قلبه الأمل، إنه درس من الأنبياء إلينا. وما كاد أن يدعو عيسى عليه السلام وإذا بالشيخ يتلفت يمينا وشمالا، وما أسرع ما رمى المحراث من يده وذهب إلى ظل الشجرة، ثم استلقى وتوسد ذراعه. فلما نظر إليه عيسى بتلك الحالة رفع مرة أخرى يده وقال: اللهم ابعث الأمل في قلبه. وإذا بالرجل الشيخ فز من موضعه وأخذ ينفض ثيابه وأخذ المحراث وبدأ يعمل. ما الذي جرى؟ إنه الأمل. انظروا ماذا يفعل، حركية في السعي والجد والاجتهاد، ومن دونه لا عطاء ولا إنتاج. يعود عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام إلى ذلك الشيخ فيقول له: يا شيخ، ما بالك كنت تعمل ثم رميت المحراث ثم استلقيت ثم عدت؟ فقال: وبينما أنا أعمل حدثتني نفسي. انظروا إلى الصوت القاتل الذي ينشأ من داخل النفس. ماذا يقول لهذا الشيخ؟ تحدثه نفسه، ألقي في روعه: لماذا تعمل وأنت شيخ دق عظمك وطال عمرك واحدودب ظهرك؟ فإذا زرعت أترى تعيش لتأكل مما زرعت؟ أبدا، سوف يموت. ولهذا قلت لماذا أعمل فمضيت إلى الفيء. ولكن بينما كنت مستلقيا وإذا بنفسي تحدثني، بعد دعاء النبي عيسى عليه السلام، بعد دعاء النبي وإذا بنفسه تحدثه: ما دام في نفس يصعد ويدخل فلماذا أجلس؟ وإذا بالأمل يذب ويسري إلى قلبه، فقام أخذ محراثه وبدأ العمل. إنه الأمل. الله عز وجل عندما أراد لعباده أن يعودوا إليه حارب اليأس وبعث في قلوبهم شعلة الأمل. المؤمن هو الذي يرجو من الله ما لا يرجوه. ولهذا ورد في النص عن الإمام الصادق عليه السلام على ما يبدو، حتى لا أنسب للإمام ما لم يقل، ولكن الأرجح أنه للإمام الصادق، أنه قال: كن لما لا ترجو أرجى مما ترجو. انظروا، كن لما لا ترجو أرجى مما ترجو. كيف؟ يقول الإمام: الإنسان قد يرجو من المال دينارا
ولكن لا يرجو أن يحظى بخمسة دنانير. الإمام يقول كن في الرجاء من يرجو الخمسة، لا ترجو فقط دينارا. عندما تريد من الله عز وجل شيئا فلا تسأل المولى تعالى الجنة، بل اسأله أعلى درجات الجنة. بعض المؤمنين مزاحا يقولون نسأل الله الجنة ولو كان في صف النعال، يتصورون أن في الجنة موضعا أدنى بسيط وكأنما في صف النعال. المؤمن يجب أن يكون لديه أمل أن يطلب من الله الكثير، ولهذا يقول إمامنا عليه السلام كن لما لا ترجو أرجى مما ترجو. ألا ترى من؟ موسى بن عمران عليه السلام ذهب ليقتبس النار فعاد بالنبوة. كان في مسيرته بزوجته في طريق العودة بعد أن عمل عند شعيب 10 سنين، فلما عاد وكانت زوجته حامل أوقفها في موضع ورأى من بعيد شعلة، توقع أنها نار، فأجلس زوجته ليأتي بقبس لتتدفأ، فلما ذهب ليأتي بماذا؟ بنار، نار فقط. ولكنه عندما ذهب وإذا بالخطاب اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وإذا به يعود محملا بمسؤولية النبوة، ورفع مقام موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. انظروا ماذا يفعل الرجاء ويفعل الأمل. السالكون نحو الله، العروج نحو الله، لا يمكن أن يتحقق وفي النفس يأس. الله يحذر اليائسين الظانين بالله سوء الظن، يقول الله تعالى ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فلهذا ليكن ظن العبد بالله عز وجل كبيرا، وليكن الأمل قاعدة الانطلاق نحو الله سبحانه وتعالى. النقطة التالية من خطوات العروج نحو الله عز وجل هي نقطة مهمة وشرط أساس في شرائط العروج نحو الله. هذه النقطة هي عبارة عن احذر التيه وحدد الطريق. السالكون نحو الله تبارك وتعالى ومن وضعوا أعينهم على الله وانطلقوا من منطلق قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن الذين يريدون أن يصلوا إلى الله ويحقق عروجا حقيقيا صادقا لا بد أن يحذروا حالة التيه. القرآن الكريم تحدث عن تيه بني إسرائيل، حيث أن موسى عليه السلام التفت إلى أصحابه قائلا عندما أراد الله عز وجل له أن يدخل الأرض المقدسة فأمرهم بالدخول فيها وكان فيها العمالقة، فخاطبوه اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. خالفوا أمر نبيهم وخالفوا أمر ربهم، وإذا بالمولى تعالى يبتليهم ببلاء خطير جدا إنه التيه. ما المقصود من التيه؟ 40 عاما يتيهون، كلما قصدوا تلك الأرض وجدوا أنفسهم في بلد أخرى. تخيل نفسك أنك من بلد معينة
وكلما قطعت الطريق لتصل إلى قريتك أو إلى ديارك وجدت نفسك في قرية أخرى، ثم تعاود النظر وتشد الرحال إلى ديارك فتجد نفسك في بلد آخر، وهكذا كلما أردت الوصول إلى هدفك وجدت نفسك في موضع آخر. أي بلاء، أي تمحيص، أي غربلة أعظم من تلك الغربلة؟ 40 عام وبنو إسرائيل يتيهون في الأرض، غربلة وتمحيص. من هنا التيه أنواع، ونحن في هذا الزمان في أمة المصطفى صلى الله عليه وآله يجب أن نحذر بلاء التيه. من التيه أن ينطلق الإنسان في الدنيا ولكنه للأسف مخطئ في مسيرته، فيظن أنه يسير نحو الله ويتبع أمر الله، والواقع أنه يتبع الهوى. قد يجد العبد مسيرته ويظن أنه يسير نحو الله، ولكنه في الواقع يتبع وساوس الشيطان. قد يجد في الطريق ويعتقد أنه يسير نحو الله، ولكنه في الواقع يتبع الأنا. يجب أن نحدد مسيرتنا، وإلا بلينا بالتيه. هدفنا الله، مسيرتنا إليه، نكدح للوصول إليه سبحانه وتعالى. مسيرة تبدأ بالمشقة والعناء لتنتهي بالراحة والرخاء وبنيل رحمة الله الواسعة. علينا إذن أن نحدد مسيرتنا نحو الله. حدد طريقك واحذر أن تخدع. لماذا؟ لأن الله يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا لها من مسكنة ليس لها مثيل. يجدون، يعملون، يتعبون، مصداقهم قول الرواية: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا الإعياء والتعب، وغير ذلك من النصوص والروايات. هو يحسب أنه يتقرب إلى الله، والحقيقة أن مسيرته لا تزيده إلا بعدا عن الله. احذر خداع النفس، واعلم بأن لك هدف، وهدفك يبدأ من نقطة وينتهي إلى نقطة. يقول سيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: رحم الله امرئا عارف من أين وفي أين وإلى أين. عرف المبدأ وعرف أين يضع قدمه، هل هو على الصراط المستقيم أم أنه يتبع السبل، ثم أنه لا بد أن يعلم وإلى أين نهاية المسير، إلى أين تنتهي. الله قال لنا: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فغاية المسير أن تصل إلى ساحة رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا المولى عز وجل يحذر فيقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ولكنهم في الواقع يظنون أنهم يحسنون ماذا؟ صنعا. سهر في الليل، سهر في النهار، تعب وإعياء، يعتقد بأنه على الطريق، ثم يصعق عندما ينكشف أنه لا يتبع إلا الهوى، ولا يسير إلا خلف الأنا، وأنه لا يعيش إلا الشرك الخفي. عندما يقول علي عليه السلام:
محذرا من الشرك الخفي، من الرياء، من العجب، من السمعة، من الأعمال التي نجهد أنفسنا فيها ونحن نظن أننا نزداد قربا من الله، والحقيقة أنها تبعدنا عن الله. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليحدد لنا خطورة الشرك الخفي فيقول: إنه كالنملة السوداء. تخيل شدة ودقة ذلك الشرك الخفي، كالنملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصلداء. هذا الشرك، نملة سوداء وليلة ظلماء حالكة وصخرة سوداء. انظروا كيف أن هذا الشرك قد يتسلل إلى نفوسنا ونحن في سبات وفي غفلة. علينا أن نكرس جهودنا وأن نحدد هدفنا وأن ننطلق نحو الله لا إلى أحد سواه، وأن نسأل الله الهداية الخاصة، لأن الله هدانا هداية عامة، أرسل لنا الأنبياء والأوصياء وأنزل لنا الكتب، وها نحن ذا عرفنا الله. ولكن العبد في مسيرته نحو الله ينزلق قدمه وتنحرف مسيرته. ولهذا في كل الصلاة في كل يوم نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهنا نكتة لا بد أن نلتفت إليها، ألا وهي أن السائر نحو الله تبارك وتعالى إن أراد أن يصل سريعا نحو الله فلا بد أن يأخذ الصراط المستقيم. الطرق الملتوية بعيدة المسير، ولكن رياضيا أسرع الطرق وأخصرها ما يكون بين نقطتين، ولهذا يعبر عنه بالصراط المستقيم. ولهذا الصراط المستقيم يجب أن نلتفت إليه. إنه أمران تفسيرا في الآية الشريفة اهدنا الصراط المستقيم، قد ينظر له تفسيرا وقد ينظر له تأويلا. فأما التفسير فالمراد من الصراط هو الشارع الشريف، هي الأحكام، هي الشريعة، هي الأحكام التي أمر الله بها، فإن المتبع لها توصله إلى الله. وأما تأويلا فالصراط المستقيم هو الإمام المعصوم، ولي الله وحجته في أرضه في زماننا هذا، هو صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. فمن أراد أن يصل إلى الله يجب أن يتمسك بالصراط، صراط الشريعة وصراط الولاية، فإنهم يوصلون إلى الله. في الزيارة الجامعة: أنتم الأدلاء على الله، من عرفكم فقد عرف الله. وقد قال إمامنا العسكري عليه السلام: الصراط صراطان، مضمون الرواية، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأما صراط الدنيا فهو الإمام المعصوم مفترض الطاعة. ولهذا من أراد أن يعرج من عالم الملك والمادة والدنيا ليصل إلى الله سريعا فليضع يده في يد إمام زمانه، لأن من عرف إمام الزمان فما أسرع أن يعرف ربه. هم الأدلاء إلى الله، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني مات على جهالة، مات على ضلال. وفي قبال ذلك من عرف إمام الزمان وتمسك به فإن إمام الزمان يوصله إلى الله عز وجل. وهذا من لطف الله عز وجل على عباده، أن أرسل لهم الأنبياء وأنزل لهم الكتب السماوية، بعد وأوجد لهم الأوصياء والأئمة عليهم السلام
إلى درجة أنه يستحيل أن يوجد زمان ليس فيه صراط، ولهذا لا تخلو الأرض من حجة، من صراط موصل إلى الله، لا تخلو الأرض من حجة، إما ظاهرا مشهورا وإما غائبا مستورا. فعلينا أن نكون مع إمام زماننا ولي الله الأعظم، فهو الصراط الموصل إلى الله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ولايتهم، وأن يأخذ بأيدينا إليهم، وأن لا يفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.